الجمال. أيوة. تكلمت على السيشوار. أيوة. السيشوار هنا بربي مديم فما السيشوار. أيوة. كل كلمة الكل من يسمعني برشا أخوات تلقاهم بعد ما يخسوا شعرهم كل شيء يعملوا زيت الزيتون في الشعر. وهو من أحسن حاجة تعملها في شعرك سيغطو قبل ما تغسل شعرك وغي خطر زيت الزيتون راه وحده. يغذي. يكذب عليك اللي يقول لك زيت كذا وكذا وكذا راهو نبتة الزيت الزيتونة ما كيفها حتى شيء. إذا كان غسلوا وباش يششروا الشعر متاعهم يبعدوا من زيت الزيتونة على خطر تحرق لهم الشعر. السخانة. السخنة. أنت عندك سخانة وعندك زيت زيتونة على شعرتك وباش تشيحها. أنت بنفسك تشم حاجة. دونك ما يعملوش زيت الزيتونة في الشعر متاعهم كي يجيو يغسلوا ويحبوا يششروا يعملوا زيوت أخرين العالة كما لوز كما غيرهم فباشا زيوت لكن زيت الزيتونة بعد عليه. احنا اليوم في السوق منذوق انتو ما تبع ما تاخذيتو لي الركن متاعي بتحبوا تدخلتوا فيه شوية خذينا اليوم احنا مش نحكيو على نبتة الكيوي تو اللي يسمعني يقول كيوي يقول لي بربي تو هالكيوي تو وقته الغلاء والكواء وانت تتكلم على الكيوي نعم يا سيدي نتكلم على الكيوي اما خير انني كالكعبة كيوي اللي انا جايبتها مش من صفاقس تتباع ب400 فرنك الكعبة فما حتى ب300 الكعبة في سليانة في الكيف في حمام لمف في الأسواق اللي شفتهم الكوليكية كعبة الكيوي ما تعديش 400 فرنك حتى في صفاقس جمعة التاريخ ديتها ب350 فرنك خطر أنا شفتها في مغازية الكبرى ب500 أنت والمغاز أنت والمغاز اللي تمشي فيها هل كعبة الكيوي لو تعرف أنت شنو اللي فيها بعد نحكيه من فوائد تقول أما خير هي ولا باكو دوية ب15 و20 ألف هي صحيح ما تداويش هالدرجة لكن تحمي يعني احنا راهو كي نقولوا على حاجة نبتة وإلا غلة راهي هي مش الدواء هي تحمي هي تعاون احنا ناس كل نعيطوا بالأمراض هالكيوي هذه تعرف عنده برشا برشا حاجات للجلدة انا ناخذ معناتها الجلدة الشيحة اللي تو الدنيا باش تبرد يولي عنك الغرب ينقولوا احنا وجلدك تشيح حتى اللي جلدة متاعه معناتها مزيتة باش تحس بك البرودية أكل قشرة وغيرها خلي عادل البشرة متاعه جاف الهلة شنو باش نعمل ناخذ كيبة كيوي نقشرها نريقلها نحطها في ميكسر ولا حتى بالفرشيطة ونزيد عليها كعب نزيد عليها مغرفتين ياغورت طبيعي ومغرفة عسل طبيعي ونخلطها بالكدا بالكدا نحصل على كريمة تعمل 66 كيلو هذيك وين نسهر في الليل نتفرج في تلفزة في مسلسل نطيب نعمل حاجة نعمل قناع على الوجه متاعي قبل ما نرقد نغسل شوية ما دافي نمسح وجهه وإذا لقيت جلدة متاعي شاتة طريف زيت متاع لوز أحلو نعمل به طريف تو ترى بعد جميعا شنو ترى في الوجه متاعك هذه تتعمل مرتين في الجمعة تقعد في الفريجيدير معناتها تقعد في الفريجيدير ولبس عليها أما بالنسبة لكل بقايا اللي عندنا في الوجه متاعنا احنا ديما نقولوا هذه كذا هذه كذا كيف كيف كيبة واحدة كما قلت أنت بقديش هكا خذيتها ب400 وقلت فهمتي دونك شنو 400 بارابور كي تشري أنت دبوزة متاع تجميل متاع تنحيط الحايط ب 30 الفوق ما فماش السلعة الحاجة الباهية ب 30 الفوق ما نقولوش السوام اللي نلقاها لي زونتي تاش الكل معناتها رم الغالي الغالي غاليين بصيفة ما تتصورش 80 90 100 وحتى أكثر من 100 ألف دونك شنو باش تعمل هنا باش تاخذ كيبة الكيوي تحط معاها مغرفتين نشاء مغرفتين نشاء تعصر عليها مغرفتين متاع طاولة قارص تزيدها مغرفتين فرينة مغرف عسل وتحل بالحليب شوية حليب بشوية 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 حتى تحصل على اون كريم هي أحسن حاجة تحطهم في ميكسور باش تخدم لك فيسا كي تغسل تلقى عندك اون بيل كريم تعمل ستوسين كيف هذيك يا للا ليلة بعد ليلة تعمل بها الوجه متاعك يديك وجهك تنحي البقايا تنحي لسان اللي تحت العين تنظفك احنا ديما عنا الدقنونه لهنا فبقايا عنا الدو كل شويه هذوك ديما خاطر الزيوت الكل تتجمع هوني فوالا خارقه للعاده ليها خارقه لك البقاعات الكحولي تحت عينك حطها في الفريجيدير استعملها وحطها في الفريجيدير وديما هذه تنجم تعملها حتى ليله بعد ليله ولا مرتين في الاسبوع على الاقل وديما النتائج راهم بعد ما تعمل نفس الشهر تشوف النتائج اللي عندك هذا التجميل اللي المره اللي فاتت في الحصه اللي فاتت اللي طلبونا برشا حاجات على التجميل وقال لك احنا ما كذا احنا عنا ما يكفينا للتجميل على بالك انت اللي معناتها حتى للشعر اللي يعمل مثلا تلقاها يعمل شامبو متاعه
يا ريت رجعنا طفل كيما عادة والتين كيما العادة متاع الشعر متاعنا اللي ناس نسيتو. لي شامبو فما اللي يعمل شامبو وبعد الشامبو يستعمل لك الحاجة الثانية اللي بوغ اسوبليغ الشعرة يلا لك ابري شامبو ابري شامبو كي تاخذ كعبة كيوي بعد ما تغسل هكا تغفصها بالكدا وتعمل بها ماسك على الشعر نتاعك وتقعد بيه ربع ساعة بعد الشامبو بعد الشامبو بلاص لابخي معناتها فوالا في بوغ لابخي وشلل حتى ترى اما ارطب هذيك ولا تشري بك الحساء اما ارطب شسوم تاع 500 و 400 والا بقي شامبو انا تشري بك الحساء وهذا اليوم ما عندنا في التجميل ذي الكيوي.